مساء الخير على سعادتك سيادة الرئيس. مساء الخير على حضراتكم جميعا. أنا فخور وسعيد إن أنا بشارك في حكاية وطن، حكاية مصر أم الدنيا اللي سعادتك حلمت دايما بإنها تبقى قد الدنيا. أنا بشكر سعادتك على الفكرة، فكرة إن إحنا نحكي الحكاية، لأن المصريين كانوا محتاجين يعرفوا الحكاية، يعرفوا كنا فين ووصلنا لإيه، يعرفوا نتيجة عملهم وصبرهم وكدهم، لأن اللي حصل في 10 سنين مش مجرد إنجازات، دي فعلا معجزات. وبعد ما سمعنا الحكاية اسمح لي أشكرك باسمي وباسم كل مصري ومصرية على شجاعتك وإخلاصك في العمل وسعة صدرك على حسن أخلاقك اللي صارت قدوة لينا ولأولادنا، على ثقتك وإيمانك بينا وتوكلك دايما على الله. النهاردة أنا مش بشكرك لوحدي، أنا معايا ملايين المصريين جوه وبره، في القرى والنجوع، كل محافظات مصر. بشكروا حضرتك ويقولوا لك كمل، روح يا رب كمل. شكرا سيادة الرئيس، شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك يا استاذ، بشكرك على المساهمه بتاعتك وكلامك الجميل في كل المواقف وفي كل المشاهد اللي اتعملت، مش النهارده بس، حتى في اللي قبل كده. انا اللي بشكرك باسمي وباسم كل المصريين في الجهد الكبير والوعي. ربنا يديك الصحه ويكرمك، متشكر جدا على كلامك الرقيق والجميل، شكرا جزيلا. والله انا بقول لك الكلام ده لان انا خايف انك تزهق مننا ولا حاجه. لا لا، لانك قلت كلمه من كام يوم. لا لا، ازعجتنا. لا لا ابدا، اوعى. ربنا موجود، ربنا موجود. اوعى. شكرا جزيلا، شكرا استاذ احمد، شكرا استاذ احمد.